برحب بحضراتكم مره ثانيه. اكيد واحنا بنتكلم على فريق الكوره وحصولنا على البطولات لازم يبقى عندك لعيبه مميزه. دائما النادي الاهلي بيبقى عنده ذخيره من ولاده، دايما قطاع ناشئين دائما كان بيبقى متواجد بشكل مميز في الفريق الاول من خلال لعيبه بيتم تصعيدهم باستمرار. يعني في وقت من الاوقات لو نتذكر في مباراه شهيره الاهلي والزمالك، صلاح سليم تم طبعا اخذ قرار بوجود بعض او اللاعبين انه الناشئين يلعبوا هذه المباراه، ونفتكر ده كان جيل بحاله. المباراه دي النادي الاهلي كسبها في كاس مصر نتذكرها، وهذا الجيل تم خلاص لعب هذه المباراه وكسب وكملوا بوجود هؤلاء اللاعبين، وفي كان منهم بقى نجوم تالقوا بشكل كبير زي كابتن حسام حسن، يعني ده على سبيل المثال. فبالتالي دائما الناشئين مهمين جدا لفريق النادي الاهلي الفريق الاول، عشان كده الاهتمام دائما بيبقى من خلال قطاع الناشئين. عشان كده ايضا وجود معانا دكتور عمرو ابو المجد دائما وباستمرار بنطمن على قطاع الناشئين، دي حاجه مهمه جدا. هو معانا طبعا في الاستوديو، برحب بيك يا دكتور عمرو. اهلا بيك يا فاروق، نور دايما. الله يبارك فيك. يعني بعيد عن حياتك ان انت دائما مخطط للكره قبل ما تبقى تتولى وجودك في النادي الاهلي قطاع الناشئين، دائما احنا بنستفاد منك يا دكتور عمرو. كان في البدايه احنا كان لينا لقاء قبل كده نتذكره مع كنا بنقول بدايات دكتور عمرو وايه المشاكل اللي كانت موجوده في القطاع، حليناها ازاي وهكذا وهكذا، لغايه لما طبعا كل يوم عن يوم القطاع بيتطور، القطاع بيحصل له طفره من الطفرات، بدايه من ملاعب، بدايه من شكل تدريبي، بدايه من التعامل مع اولياء الامور، مع اللاعبين، مع الاستراحات، كل الامور دي دكتور عمرو في بدايه الكلام كان مع بعض في الفقره او في الحلقه اللي قبل كده اتكلمنا عليها. الوضع وصل ازاي يا دكتور في التوقيت الحالي؟ هو يمكن في البداية كان في بعض الأمور المستعصية، وإحنا حطينا استراتيجية لمدة سنتين. في البداية تم اختيار الكابتن خالد جدالة عشان يبقى معايا في القطاع، على أساس إن الكابتن خالد شخصية محترمة وراجل عنده مؤهلات فنية عالية جداً ومن الناس المحبوبة. فطبعا أنا دايما لما في شغلي دايما الناس اللي تبقى معايا بجيب الناس الجامدة جدا مش الناس الضعيفة. أكيد القوي يقدر ينبهك في حاجات كتير جدا، يقدر يقول لك أفكار جديدة، يقدر يقول لك على بعض الأمور الصحيحة لو أنت بتاخد جانب تاني. فيعني احب اقول لك ان انا استفدت من الكابتن خالد جدا جدا في القطاع. جميل. احنا لما جينا كان في امور كثيره مشتته، وامور كثيره محتاجه تعديل، وامور كثيره محتاجه تغيير. وقلنا في السنه الاولى ان احنا هنشتغل على اللي نقدر نعدله، اللي نقدر نديله فرص هنديله فرص. الحاجة اللي لازم تتغير دلوقتي تتغير. فالحمد لله فات دلوقتي على تعاقدنا 15 في الدوري، لعبنا حوالي تلت المباريات في الفرق كلها. يمكن لو مسكنا حاجة نتكلم عليها اجي اقول لك مثلا ان الروح، انا جيت فوجئت ان الروح اللي موجودة في لعيب الاهلي، يمكن قلت لك المرة اللي فاتت، مش هي دي اللي تخلينا اشتغل واقول هكسب وهقول هكافح وهقول هحصد بطولات. وهي دي اهم حاجه، ودي اللي اشتغلنا عليها الفتره اللي فاتت كلها. الوقت الحمد لله بعد مضي 15 اقدر اقول لك ان الروح اصبحت من 80 لـ85%. وهذه النسبه تجعلك تكسب مباريات حتى لو انت وحش. يعني النادي الاهلي بالروح بيكسب مباريات صحيح، وممكن باللعيبه وبالتكنيك وبالتكتيك اللي على اعلى مستوى وما فيش روح تخسر المباريات. اذا الروح هي الفيصل طبعا. فدي الحمد لله نجحنا كلنا ان احنا نعيد هذه النسبه الكبيره. معلش يا دكتور، معلش قبل ما اروح حته الروح، لان اكتشفتوها ازاي؟ يعني ايه اللي يخلي دكتور عمرو يقول ما كانش فيه روح بالنسبه لبعض اللاعبين او الفرق في فريق النادي الاهلي؟ هقول لك على سبيل المثال، في الماتشات الاولانيه تيجي تجيب جول يبقى انت كسبان 1-0، في الوضع الطبيعي تركب الجيم وتجيب الثاني والثالث والرابع. تبص تلاقي اللعيبه بدون اي تعليمات ابتدت ترجع وتدافع على الجول، عايز تطلع بالجول 1-0، النتيجه يروح داخل فيه الجول تطلع بتعادل.
النقطه الثانيه يدخل فيك جول، المفروض لما يدخل فيك جول تتنحرر وعايز تتعادل وتجيب، تبص تلاقي نفسك لعب عشوائي كأن الجون ده نهايه المطاف وكأن ده الوضع الطبيعي، يروح خسران الماتش. طبعا كل الكلام ده تعالج في كل الفرق او في بعض الفرق اللي كانت فيها، والحمد لله عمليه ضبط الفرقه نفسها، يعني ال11 اللي بيلعبوا، عمليه التوظيف الداخلي، اختيار الطريقه المناسبه، اختيار اللعيبه المناسبه، ابتدينا انا وكابتن خالد جد الله نعرف اللعيبه ونعرف الفرق، وبيبقى في جلسات خاصه بقى مع المدربين، احنا نقول لهم الكلام ده، المدربين بيستجيبوا، فتحول الامر من عمليه المدافعه او عمليه الروح المنخفضه شويه الى مكاسب، والمكاسب تجيب روح والروح تجيب روح. فاصبحت الفرق دلوقتي في وضع، انا بقول لك ان ده وضع المفروض نوصل له بعد سنه، وصلنا له بعد 15 ان شاء الله الحمد لله. حقيقي انا عايز قبل ما تخش على النقطه الثانيه ده اقول اهميه بس قطاع ناشئين النادي الاهلي للكره المصريه يا دكتور. اقول لك حاجه، النادي الاهلي دايما هو الوسيله الوحيده للمنتخبات القوميه للحصول على لعيبه مميزه. تمام. لو النادي الاهلي ما فيهوش لعيبه بتاثر جدا جدا على المنتخبات القوميه. النادي الاهلي بيشتري لعيبه زي ما انت شايف لما ما بيلاقيش ناتج من قطاع الناشئين. صحيح. احنا بعون الله وان شاء الله ادونا بس سنه كمان، يعني بعون الله هنخلي النادي الاهلي ما يشتريش الا الحاجه الضروريه قوي. لكن حضرتك بتتكلم على استراتيجيه لمده سنتين، سنتين بعد السنتين. صحيح. خلونا نكمل السنتين. بعد السنتين نيجي نتحاسب. وهتشوف ان شاء الله في لعيبه بتتوالى في الصعود للفريق الاول، لان احنا بعد الخمس اشهر ولعبوا ست باتشات، سبع باتشات، 10 باتشات، ابتدينا نعرف مين اللعيبه الموهوبه في الفرق كلها دلوقتي بنسبه 90%. اللي هيحصل في الفتره الجايه تكمله الاستراتيجيه ان احنا بناخد اللعيبه الموهوبه دي وليها اهتمام خاص وليها برامج خاصه وليها شغل خاص. جميل. لان اللعيبه دي هم اللي هيطلع منهم الحصيله اللي هتلعب في الفريق الاول، او اللي هتحترف، او اللي هتتباع، او اللي هتعار. يبقى عندك اربع حاجات بتشتغل على قطاع الناشئين، وليس سد المراكز الشباب الفريق الاول بس. يعني الفريق الاول ياخد اللي هو عايزه اكتمل، الباقي كله ان شاء الله هيبقوا في الاتجاهات اللي انا قلت لحضرتك عليها. وفي لعيبه خاصه في السن اللي هو اصغر من الفريق الاول بثلاث اربع سنين، وده المطلوب. لان الفريق الاول دلوقتي في لعيبه تلعب ثلاث اربع سنين، فاذا السن اللي تحتيه انت خلاص خدت اللعيبه المميزه فوق دلوقتي. وممكن ياخد لعيب اثنين ثلاثه اربعه، لكن السن الاكبر اللي هو من اول مواليد 2001، 2001 ده العمر الذهبي اللي بنقول عليه. ده ان شاء الله ان شاء الله الفرقه دي فيها مش اقل من سبع لعيبه يقدروا يلعبوا في المنتخبات. ده سن اعتقد كابتن محمد شرف المدير الفني، الكابتن محمد شرف اللي هم دلوقتي متصدرين دوري الجمهوريه، كاسبين الزمالك الاسبوع اللي فات، وكاسبين الزمالك 1-0، وكاسبين كل الماتشات، وبيكسبوا 7 و10، يعني ما شاء الله عليهم. ما سمعناش 7 و10 دي من زمان. لا خالص. ابتدت دلوقتي ان شاء الله. حقيقي. بالروح بقى، كان يجيب لك ثلاث اجوال وتلاقي الشوط الثاني ما تلاقوش بين دلوقتي، لا الشوط الثاني لازم يجيب اهداف اكتر من الشوط الاولاني. تمام. لو الفرقه اللي قدامك ضعيفه لازم تدوس فيها وتجيب اعلى نسبه من الاهداف. فهذا العمر انا متوقع له ان شاء الله ان هيبقى في طفره كبيره. ايضا الاعمار اللي تحتيه بقى. تمام. اللي هي دي 2001 2002 و2003 و2004، يعني عندك 2001 عندك 2004 نفس المواهب اللي موجوده في 2001. يعني 7 8 كمان برضو يقدروا يوصلوا الفريق اللي هو. جميل. الاول. فانت ابتديت تلم الاستراتيجيه دلوقتي، وابتديت تصل الى 50% من اللي انت خططته، ما زال هناك 50%، وان شاء الله مع بدايه السنه الجايه هتبقى في طفرات اخرى. احنا ادينا فرصه للناس كلها،
كله قدامك. الكويس هيستمر. الكويس هيستمر. جميل. احنا متفقين مع الاجهزه كلها كده. وان شاء الله خلال السنه الجايه هتلاقي تطوير في الاجهزه، هتلاقي تطوير في اللعيبه، هتلاقي تطوير في كل حاجه. طيب يعني احنا كنا بنقول مع حضرتك يا دكتور، ويمكن قطعت في جزئيه اهميه قطاع الناشئين للكره المصريه. انا كنت عايز استكمل هنقول ايه اللي حصل بقى. بالظبط. يعني ما حدث مع قطاع الناشئين من خلال طبعا تواليك المهمه. يعني مثلا نمسك استراحه النادي. استراحه النادي دي اللعيبه اللي فيها انا بعتبر اللعيبه دول الكنز بتاع النادي الاهلي. الكنز ليه؟ لان دي اللعيبه الموهوبه اللي مش من مصر، اللي من الاقاليم، واللي ما بنخليهاش تسافر كل تمرين تروح وتيجي. طبعا مرهق جدا. في اقامه كامله، في تغذيه 10 على 10، في دروس خصوصيه، في دعم مالي من مجلس الاداره للناس المحتاجه. يعني الولد بيذاكر في مدرسه بيروحها، احتراف كامل. جميل. الاولاد دول ان شاء الله انا بقول لك خلال السنتين الجايين هتسمع الناس، لان الاستراحه دي خرجت فطاح مصر بتوع النادي الاهلي. صحيح. عماد متعب، اسامه حسني، حسام غالي، كل الفطاح اللي كانوا من الاقاليم خريجين هذه الاستراحه. صحيح. احنا طورنا الاستراحه، كان فيها عدد كبير. كانت استهلكت بشكل كبير. كانت استهلكت. صحيح. كله اتجدد، العدد بقى النص دلوقتي. في تقييم خلال الفتره اللي جايه للاستراحه، الاستراحه كان فيها 86 لاعب، دلوقتي فيها 43. وكتير برضه. في على الاقل 7-8 لعيبه في الماتشات اللي فاتت ما لعبتش. اذا هو قاعد في الاستراحه ليه؟ الاستراحه سوري يعني مش مأوى يعني لاي حد. صحيح. فالسبعه دول ان شاء الله هنيجي نخرجهم، يبقى 35 واحد هم دول. انت جيت يا دكتور، انا فاكر انت كنت حكيت لي انت جيت بتبص على الصراحه لقيت عدد كبير جدا منهم ناس كمان مش من الفريق بصراحه، وفي ناس من بره وناس من جوه. لا بصراحه يعني الحمد لله ان احنا قعدنا هيبه الاستراحه، عملنا لائحه للاستراحه، جددنا للاستراحه، شلنا الحاجات الزيادات، عملنا اماكن للدروس، عملنا اماكن للتلفزيون والترفيهي وكل الكلام ده. دلوقتي تيجي تلاقي استراحه طليق بالنادي الاهلي. صحيح. ايضا في مطعم الناشئين جددناه من الالف لليه، وستاف جديد، وتعاقد مع شركه كويسه جدا، وفي متابعه، وعاملين كاميرات دلوقتي في بالنسبه للمطعم، بالنسبه للمطبخ، بالنسبه يعني في حتى رقابه. صحيح. كامله مننا لهذا المطعم. فالاولاد يعني في فرق كبير جدا، مهم جدا موضوع التغذيه ده كمان يا دكتور. يعني ده عنصر اساسي عشان تطلع لعيب مميز. الجانب الصحي، الدكتور احمد البقري اللي هو رئيس اللجنه الطبيه في النادي الاهلي، ده راجل محترم وجامد جدا. جه قعد معانا جلستين ثلاثه، الحقيقه يعني بيطور لنا القطاع طبيا، وان شاء الله هتشوف تطوير في الجهاز الطبي، لان كان في اصابات كتيره وفي لعيبه بتتاخر في العلاج، كل ده بيأثر على الحرفه الفنيه. انت عندك اتنين تلاته لعيبه منهم واحد هداف الفريق اصيب، المفروض في اسبوع يرجع، لما بتلاقي مثلا 40 يوم ما رجعش، ما ينفعش. صحيح. ما ينفعش الكلام. صحيح. اذا الجهاز الطبي مكمل طبعا للجهاز الفني، وبيخليه رجع لك اللعيب اللي هيكمل خططك، اللي هيكمل انتصاراتك، اللي هيكمل مكاسبك، وده ان شاء الله هيبان في الفتره اللي جايه. ايضا الملاعب اتفرج على عليها الشكل مختلف تماما صراحه. رحت مدينه نصر يا دكتور، تعال اتفرج على ملعب المباريات ويمبلي. هذا الملعب لا ينزله الا الفريق اللي عنده ماتش. احنا عندنا 7 فرق، فرقتين صغيرين 2004 و2003 بنلعبهم على الملاعب اللي فوق. عندنا 3 ملاعب تدريب، منهم الملعب الاولاني اللي بنعمله مباريات للفرقتين دول. كان عندنا اصابات يا دكتور بسبب الملاعب قبل ما قبل كده كان عندنا حوالي 7 اصابات، فيها غضاريف وفيها رباط صليبي وفي بتاع. اعتقد السنه دي قلت كتير جدا جدا بسبب الملاعب، بسبب صيانه الملاعب. يعني الملعب الحشيش الفرقه بتلعب عليه كل 15 يوم ماتش. فتخيل انت ملعب بالشكل ده وفي صيانه، وفي 10 عمال بيباتوا في النادي عشان صيانة هذا الملعب.
كل المعدات المطلوبة للزراعة موجودة وبتيجي في ساعتها. فإذا الملاعب عندنا أصبح الوقت ما عندناش مشكلة فيها، بالعكس بقت يعني وسيلة من وسائل التعليم، بتيجي تعلم الولاد الصغار التمرير على الأرض. طبعا ده المهم يلعب على نجيلة تمشي الكرة، وفرق يلعب على حتة فيها تراب الكرة تعمل منه كده فيجي يسيطر تفلت منه تعمل، فبيحصل فيها أخطاء. أيضا الملابس، احنا الحمد لله وصلتنا ملابس الجهاز، وصلنا ملابس اللعيبة وبكميات كبيرة، وصلنا كور اللعيبة، وابتدت الكل دلوقتي كل حاجة وصلت له في المواعيد اللي متفق عليها. أيضا في لائحة، يمكن احنا غيرنا اللائحة، عملنا لائحة مالية بالنسبة للاعبين والمدربين، بالنسبة للعيبة، بالنسبة للمدربين، بالنسبة للعمال. يمكن ضعفنا لائحة اللعيبة في المباريات، ولكن بشرط أن تكون في المركز الأول. طبعا ده الطبيعي، كنتش مليم من النادي الاهلي اللي بتبقى في المركز الاول. في فرق محافظه على المركز الاول بياخدوا المكافئات. ده المركز الطبي يا دكتور، والجيمنيزيوم طبعا عشان ده الجيم بتاع الاولاد. جيم على اعلى مستوى باين. على فكره ده بيبقى فيه، ما كانش على ايامنا ده يا دكتور. لا خالص، احنا كنا بنتمرن بكيزان. فاكر صحيح. لا ما كناش بنخش كمان غير لما نبقى في معسكرات. اولا ده تدريب جماعي وتدريب فردي. التدريب الفردي للي عنده نقص معين اللي ما يمشيش مع المجموعه بيطرد زي ما انت شايف كده، ده ليه الحصه بتاعته، عارف البرنامج بتاعه، تحت اشراف بيخش يعمل الكلام ده. الفرقه بندخل الفرقه على الاقل دلوقتي مره في الاسبوع. كان في فتره الاعداد بيخشوا مرتين، تمام، دلوقتي مره، ودي يمكن من الاسباب اللي قللت الاصابات. طب لو لعيب حابب يخش لوحده يا دكتور؟ لا ما يخشش، ممنوع. ممنوع ممنوع يخش لوحده يعمل ايه؟ لا لو هو مدرك، ولا شوف اشراف كامل، او الكابتن طارق عصمت لازم يبقى معاه مدرب. لازم مدرب، وشوف يصلح له حتى الوضع بتاعه. فالجيم احد الوسائل الاساسيه للولد الصغير. طبعا تقول لي جيم بيدخل مدرسه كوره بتاع، لا مدرسه الكوره حتى لو دخلوا الجيم يلعبوا بالاثقال الخفيفه، يعني ما بيعملش حاجات فيها احمال واوزان ولا. واحنا معانا جبنا متخصص للاعداد البدني، الدكتور الدكروري، وده رئيس قسم الجيمز او الاعداد البدني في كليه التربيه الرياضيه جامعه المنيا، وبيجي مقيم كامل وبيبات في الاستراحه، وتدريباته كلها الفرديه بتبقى بالليل. جميل. شوف لما بيجيب لعيبه بالليل ويدربها وماسك كل الفرق. حياه احتراف يا دكتور كده، يعني بدانا في حياه الاحتراف قطعنا منها شوط كبير جدا بالنسبه للعيبه. ودي الحقيقه مش هتبان، بقول لك هو ده النادي الاهلي يا دكتور. نعم فاهم، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. غير كده احنا ما بنقبلش. صحيح. يعني انت حضرتك كنت بتتكلم على اللائحه، وان المركز الاول فقط انت يطلع لك بس هو المكافاه، او يطلع مليم من النادي الاهلي هو لازم مركز اول. بالظبط. لعيبه المنتخبات، اي واحد يروح منتخب في كل تجمع بياخد فلوس من النادي الاهلي، بياخد 1000 جنيه. يعني انا كل اللي راحوا منتخب 99 دلوقتي كل واحد فيهم خد 1000 جنيه، لو بعد اسبوع يروحوا تاني كل واحد هياخد فيهم 1000 جنيه. ليه؟ دي حاجه من النادي، بيحسس اللعيبه النادي واقف جنبك، النادي انت خدت ميزه عن زملائك، فدي مكافاه بسيطه. طبعا هو انت بتحفز للمنتخب، بتحفز الجميع، بتحفز للجميع كله. صحيح. دلوقتي عايز يدخل، وكله حس بقيمه النادي الاهلي، وحس بقيمه المنتخب، وحس بالروح، وكانت مفتقده ديت الحقيقه. لكن دلوقتي احنا عايشين في فتره الحمد لله انها جت بسرعه، ساعدنا الاجهزه اللي موجوده، وساعدنا نوعيه اللعيبه المميزه، وساعدنا مجلس اداره المحترم اللي واقف جنبنا في كل حاجه، ساعدنا كل المميزات اللي موجوده في النادي الاهلي، دي ادتنا الفرصه ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا عايزينها. استكمالا يا دكتور لكلام حضرتك، احنا قلنا الملاعب، الاستراحه، يعني اللوائح اللي حضرتكم عملتوها عشان تحفيزيه للناس كلها. لوائح في جزاءات وفي مكافئات. تمام. ماتشات بتاخد مكافاه، ماتش مؤثر هيديك 3 بونت ويتحافظ على المركز الاول بتاخد اللائحه مضاعفه. جايزه مكافاه، المكافاه مضاعفه. تمام. معسكرات، عملنا معسكرات للفرق كلها. الفرقتين الكبار راحوا اسكندريه، بقيه الفرق كلها راحت
راس البر. عملوا ماتشات وديه والحقيقه. حجرات الملابس، تجديد كامل في حجرات الملابس، حجره المدربين ما كانش فيه حجره مدربين، عملت حجره مدربين حقيقي جنبنا، وكانت فكره الكابتن خالد جد الله قال لي احنا ايه رايك نعمل دي، فروحت شفت معاه. انا دي ما شفتهاش، لا ده انا فاكر انا المدربين كانوا دي اللي جنبه، غيروا في جزئيه جنبي على جنب مكتب الاقطاع المدربي. دي مش تغيير، التغيير اوضه كبيره اتجددت، لكن دول المدرب خلص تمرين وجاي عايز يكتب حاجه في مكتب ليه، في اتنين انتريه، اتبيضت الاوضه اللي اتعمل فيه دش وفي تلفزيون وفي غرفه، تعتبر غرفه اجتماعات يا دكتور، 10 على 10 اجتماعات يعني ممكن يعمل فيها محاضرات، في غرفه اجتماعات تحت عاملينها للمحاضرات. على فكره احنا هنبدا بقى المحاضرات الفنيه ابتداء من الاسبوع الجاي، لسه بتكلم مع الكابتن خالد جد الله ان احنا عايزين نعمل نمره واحد المحاضرات، لان احنا شفنا عيوب عامه في الفرق مش هذكرها طبعا عشان تمام، هو في عيوب خاصه. قلت له احنا هنعمل حاجتين، هندي محاضرات في الحاجات دي، وهنعمل جهاز للتدريب الفردي. التدريب الفردي يعني ايه؟ يعني واحد عنده نقص في حاجه. التدريب الفردي ده ثلاث حاجات، تكنيك، يا اما هو بيشوط تكنيك غلط. التدريب الفردي التكميلي، ان انت بتشوط برجلك اليمين وما بتشوطش بالشمال. والتدريب الفردي الارتقائي. الارتقائي يعني ايه؟ يعني انت كنت مميز بالجامب صح؟ تمام، بس اقصى جامب ليك قد ايه؟ متر و80. طب ما خليك متر و90. الكره اللي هتيجي فوق ال 80 انت مش هتجيبها مهما كنت، بقى هخليك 190. دي تيجي ازاي؟ تيجي بتقويه العضلات، تيجي بالجيم، تيجي بالرمل، تيجي بالبرنامج كذا. فاذا احنا هنهتم بالاولاد دول. ده على فكره دي فريق 99 ده طنطا، ده ماتش طنطا. شوف بقى الاولاد دول فيه ملعب رائع بقى، يعني واحنا كان كده ملعب حلو قوي الصراحه. احنا بقى ملعبنا احسن من ده كمان. ما هو ده ملعبنا دكتور. ده ولا ده ملعب ده ملعبنا ولا لا ده في طنطا. لا ده في طنطا. اوكي ده في طنطا. لا دكتور ده ملعب المبنى ده ملعب والله من ورا ده جميل. شفت بقى ايه رايك؟ لا جميل جميل جميل، ملعب بقول لك وبلي جميل جميل. اتفضل يا دكتور. يعني فدي بس دول مش 2001 دول، ده 99 دول يا دكتور. دول 99 مش 2001. 99 بالظبط كده. هم ما شاء الله يعني احنا لان فرقه 2001 كسبت طنطا هناك 7-0. شوف الولد ده اسمه صالح، ده افتكر اسمه اللي جاب الجول ده. ده ان شاء الله سنتين هتلاقيه في الفريق الاول باذن الله. هو كمان امكانياته الجسمانيه واضحه ليها محترمه، وخفيف ولاعيب كويس جدا وسريع جدا. احنا عايزين دلوقتي بنهتم بالسرعه اساسا. طبعا السرعه دلوقتي سرعه وقوه طبعا. ده الفريق 99. بعد عوده الروح ليه مره ثانيه، شوف مثلا بيجيب جول، شوف راح مش عارف يسلم على الجهاز، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. ايضا الفرق كلها محتاجه لتدعيم. التدعيم احنا بنحاول نعمل من الاختبارات واللي احنا بنعمله ده، ولكن كم في المية السنه ده دكتور اخترتوه من الاختبارات؟ لا كبار ما فيش. وحتى اللي بتاخده ما مش هي دي يا كابتن فاروق. احنا خطه التدعيم ان انت بتلاعب 17 فرقه قدامك. في لعيبه مميزه في بعض الفرق، هذه اللعيبه افضل من اللعيبه اللي عندك. انت بعد انتهاء الموسم بتاخد اللعيبه ديت، بتجيبها، بتدعم. كل فرقه من فرقنا محتاجه 3 أو 4 لعيبه على الاقل يكونوا افضل من اللي عندك. دول اللي بيوصلوا للفريق الاول، دول اللي كذا، دول اللي كذا. تخيل انت في سنتين ثلاثه لو كل فرقه بتدعم 2-3 لعيبه، بعد 3 سنين يبقى دعمت نص الفرقه. صحيح. واشتغلت ومع القدام مع الجداد انخرطوا، هوب بقت فرقه بطوله. اقول لك كده انت هتكسب البطوله كده، وهتطلع وهتمد الفريق الاول، واللعيبه هتحترف وكل الكلام ده من خطه التدعيم. ده فريق 97 يا كابتن، عشان بس احنا بنتكلم حضرتك كده، ده وكان بيلعب فريق النصر وليد 97. ايوه كان بيلعب النصر 97. فيهم طبعا انت عارف ان فيهم 4 لعيبه، ده في احمد حمدي اهو، وكان المفروض ده فرقه رمضان صبحي وكريم ندفد. ده حوالي 14 لاعب اتاخدوا من الفرقه ديت.
فاذا الفرقه ديت من الفرق اللي فيها لعيبه برضه عايزه نظره ومحتاجين ان احنا نشوفهم كويس قوي، وعلى نهايه الموسم ممكن تطلع منها برضو اتنين تلاته لعيبه تدعم بيهم يعني برضو. زي مين كده يا دكتور؟ غير اللي اتاخدوا. زي مين يعني؟ اللي هو اللي يعني اللي موجودين دلوقتي؟ ممكن يعني يبقى مبشر ان شاء الله يبقى متواجد. في فيرود اسمه الفرماوي ده كويس جدا، جسم كبير وطويل وممكن ده يستفاد منه. في علاء يوسف اللي هو دوت اللي جاب الجول دوت، جاب جونين. في كريم يحيى كده. كريم يحيى ده باك يعني انا بقول لك ده من دلوقتي الضب، ده باك هايل كريم يحيى، من الباكات العاليه جدا جدا اللي ممكن لو اتاخد ده يبقى هو اللي هو على الشمال ده، تمام، يبقى له مستقبل هايل. اذا في على فكره يمكن الفتره اللي فاتت اللي انا كلمتك فيها كنا بنقول ما فيش حراس مرمى وبتاع، الوقت اقدر اقول لك في خمس حراس مرمى. مين بقى دكتور؟ في واحد كدا. في واحد طلع اوكي الفريق الاول دلوقتي، ويمكن الكابتن طارق مبسوط منه وعايزه يستمر، اسمه طارق. ده 97. وفي الحارس الثاني المنتخب القومي، وفي اثنين ولاد كابتن طارق والكابتن شوبير، والاثنين كويسين. اثنين كويسين انا شفتهم حقيقي. اثنين كويسين. وفي اجوال وفي معارين، في عمر وائل معار يا دكتور. بص عمر وائل رضوان. دول اللي هيطلعوا احسن. انا بقول لك دول حاجه ممتازه جدا. وفي في الغندور كمان معار. الغندور معار بس بيلعب مع 97 هناك يعني. يعني ما هو الاثنين دول كانوا الاساسيين في 97. صحيح. يعني بيلعب ال 97 غير الاجوال دول، فبيضطر ياخد من تحت. عاملين سياسه احنا اللي بيطلع واللي بينزل والحاجات دي مع الكابتن اكرامي. وفي يعني حراس بقول لك على الاقل الخمسه دول لو طلع منهم اثنين بس يطلعوا. انت عارف الحراس بياخدوا وقت كبير في اللعب. صحيح. يعني صحيح. فانا لو طلعت جولين مع اللي موجودين فوق يبقى انت قطاع النشيد انجز مهمه غير عاديه بعد ما كانتش موجوده. يعني بخمس اشهر اقول لك لا مفيش حراس. لا دلوقتي بقول لك لا في حراس. في حراس. عمليه التنسيق ما بين حضرتك وكابتن حسام بدري او جهاز الكوره بشكل عام يا دكتور؟ لا موجوده بشكل جميل جدا. يعني احنا قعدنا مع كابتن حسام وكابتن سيد عبد الحفيظ وبقيه الجهاز كله، وفي تنسيق كبير جدا. هم عارفين الفرقه، حتى طلبنا منهم يجوا يتمرنوا عندنا على الملعب دي، على الملعب اللي شفت. فحسام قال طب والله يعني نيجي نتمرن عندكم، بس حصل بقى الماتشات والزحمه والبطولات والحاجات دي. لكن ان شاء الله في الفتره الجايه يجوا يتمرنوا على الاقل، ونعمل لهم اجتماعات مع اللعيبه ويقعدوا يشوفوا الاستراحه، لان اللعيبه الصغيره عايزه مثل اعلى قدوه طبعا، وعايزه ناس تشوف مختلفة. ويحسسهم ان اللي كويس هناخده وشدوا حيلكم، والحاجات دي كلها مهمه طبعًا. جدا طبعًا. دي بنستكمل بيها البرامج بتاعتنا والاستراتيجيات بتاعتنا، لان بدون دفعات معنويه وبدون اعداد ذهني، وده اعداد ذهني ان انا اجهز الجهاز الفريق الاول عشان يدعم هذا الاب. طبعا سجلات اللعيبه والسجلات الطبيه والقياسات عملناها والتحاليل الطبيه وكل الكلام ده اتعمل في الفترة اللي فاتت، فأقدر أقول لك إن احنا أنجزنا إنجازات كويسة. الجهاز الطبي والأجهزة الطبية الخاصة الليزر طبعا للإصابات. بعض الحاجات اللي فيها شد ده مهمة جدا. دي بقى أهم حاجة بقى طبعا. المركز ده مركز بقى في اتنين دكاترة ثابتين في المركز دوت، مش اي قطاع ناشئين موجودين موجود على مستوى مصر عنده الحاجات دي. لا صراحه بقى ما لازم برضو ايه ندي حق نفسنا كنادي اهلي. دي حاجه مميزه قوي قوي. عندنا جهاز ده للعلاج الطبيعي. ده طبعا جهاز ما كانش موجود ده احنا كنا بنروح حتت بعيد قوي يا دكتور عشان نعمل ليزر في المركز الطبي اللي في قدام النادي الاهلي المعلمين. ايوه يعني كنا وناخد بقى جواب وليله مشكله. ليله لا الحمد لله ده يحمده نحمد ربنا طبعا يبقى عند اللعيبه عندها في التوقيت ده حاجه زي كده. عندنا اجهزه قياسات، وعندنا على فكره كل اللعيبه دي عملت قياسات، وعندنا اجهزه جميله جدا، وكل واحد ليه دلوقتي القياس بتاعه. لما تيجي مثلا حد يتكلم يقول لك ده مش عارف ايه ده ما بيلعبش بتاع، تطلع القياس بتاعه
يطلع لك اللعيب ده بطيء مثلا. سرد باك بطيء حصلت معانا في الفتره اللي فاتت. كويس. وواحد تاني بتعملوا حاجات في الخمس شهور يا دكتور؟ والله ما احنا بنروح ايه يا فاروق؟ كنا بنروح من 7 الصبح ما بنمشيش الا 7 بالليل. يعني انت بتتكلم عليه ده شغل سنين. شغل سنين بس يمكن او الشغل مش فردي. الشغل مش جميع فردي. كل واحد ليه الجزئيه بتاعته. يعني الكابتن خالد جدال، الكابتن محمود صالح، تامر حفني، المدربين، الاجهزه الاداريه، كله شغال. كل واحد بياخد حاجه. يعني ما فيش انفراد بالسلطه او يعني ما بتقولش بقى اصل عمليه التطوير اللي انت... لا عمليه التطوير يا دكتور بالورقه والقلم وكل واحد سرعته قد ايه وكان ده في حد ذاته يساعدك كتير جدا. طبعا. ويساعد حتى الفريق الاول وهو بيبص كده وعلى اللعيبه وانت بتعمل ريكومنديشن للولد ده بره فوق بالزبط. للفريق الاول ساعدك انت كتير كمان بالزبط. في مراكز معينه عايزه سرعات عاليه جدا زي الاطراف. يقول لك تقول الولد ده لعيبه سرعته صحيح. ايه صحيح تبص تلاقيه سريع جدا بس خلاص. طب واحنا بنتكلم على المهام بقى دكتور. معايا كابتن خالد جدالله عايز يخش طبعا. مش عايز ده احنا اللي طالبين من كابتن خالد. بشرف ليا كابتن خالد جدالله مرني في منتخب مصر الاولمبي وانا اتذكر له مباراه هو يتذكر بقى. كابتن خالد مساء الخير عليك الاول. مساء الخير يا فاروز. فاكر ماتش المغرب يا كابتن؟ فاكر طيب. كابتن خالد بس قبل ما اتكلم سالي طبعا يا دكتور طبعا اسلم على الدكتور عمرو اللي هو منور القناه طبعا استاذي واخويا الكبير طبعا وان انا سعيد جدا وانا بسمعه بتعلم معاه كل يوم في النادي وبرضه وانا بسمعه دلوقتي بتعلم جميل خالد طبعا انت جميل يا خالد. هو خرج اجيال ولو احنا اي حد فينا وصل لمرحله كويسه من الفهم ومن المسؤوليه دي نتيجه طبعا الحمد لله احنا بختنا كان كويس ان كان في ناس زي الدكتور عمرو طبعا استفدنا منهم كتير جدا فربنا يكرمه واضافه كبيره جدا طبعا. للنادي ولقطاع الناشئين حقيقي. زي ما بقول لك يا فاروق انا كل يوم انا طبعا موجود معاه بتعلم منه الكتير صحيح. وسعيد وانا بسمعه دلوقتي ويمكن هو بيفيد كل المدربين اللي يعني بيشتركوا في الدورات التدريبيه عشان يبقوا مدربين. احنا بنستفاد من دكتور عمرو كابتن يعني طبعا. حاجه طبعا محترمه جدا وحاجه عقلانيه وانت بتسمعه بتبقى مستمتع بالمحاضره بتاعته وانت بتاخدها يعني. لكن افكرك بقى بماتش المغرب بقى ما دام احنا بقى ارجع لك. بص يا كابتن بص يا دكتور كنا بنلعب لعبنا كوت ديفوار في كوت ديفوار صح ولا انا غلطان يا كابتن؟ وانا جبت جول وعندنا ماتش هنا المغرب ده نتاهل لسيدني فبعد ما انا كنت هناك ماتش كويس جدا وجبت جول وكده راحوا قاعد يعني مستر كان مين مدير فني يا كابتن؟ كان زيجي هيلد الالماني هيلد مستر هيلد فقعدني فكابتن خالد جدالله كان معترض اعتراض شديد جدا وقال لي يا فاروق هتنزل وهتجيب جول بس احنا كنا عايزين نكسب للاسف اتعادلنا 1-1 لو تتذكر يا كابتن. لا وانت نزلت جبت جون برضه ما انا نزلت جبت جون اللي انت قلته انا عملته بس المشكله ان احنا كنا لازم نلعب من الاول عشان نكسب. لا يا محمد انت كمان كنت من اللعيبه ربنا يخليك طبعا وحاجه تشرف خلقا وفنيا وكل حاجه حقيقه يعني دكتور عمرو احنا بنتكلم يعني بيتكلم على مجهودات حضرتك بشكل كبير وان كل واحد ليه مش وظيفه يعني مهام معينه بيعملها في قطاع كابتن خالد جدالله وانت بتتكلم ان احنا بنتعلم كلنا مع بعض يعني من بعض ومع بعض دكتور عمرو في اثناء وجوده يعني اعتقد ان حاجه مميزه ما وصلته ليه حتى الان في القطاع من نتائج ومن شكل حتى ترتيبي وشكل القطاع بشكل عام يا كابتن خالد. الحمد لله يعني زي ما الدكتور عمرو قال من شويه احنا خلال الخمس شهور الحمد لله في طفره كبيره جدا يعني على المستوى الاداري والتنظيمي وبعدين المستوى الفني ومستوى النتائج الحمد لله. وبعدين الدكتور عمرو طريقه شغله والاستراتيجيه بتاعته دايما بيوزع المهام كبر الناس خلي كل واحد يشتغل طالما ان هو بيكون قد المسؤوليه وكلنا الحمد لله بنشتغل لصالح المكان اللي هو الكيان الكبير اللي اتربينا فيه اللي هو النادي الاهلي. ومن هنا جه النجاح في فتره قصيره ويمكن الدكتور عمرو من شويه قال اتعمل في الـ5-6 اشهر كان ممكن يتعمل في سنه وفعلا بس الـ الحمد لله عشان احنا كل يوم يعني اول ناس بنروح النادي واخر ناس بنمشي مجهود كبير جدا تركيز كبير جدا دكتور عمرو بيوزع المهام كل واحد بيشتغل في اي حاجه بيقولها له الدكتور عمرو بيعملها بيخلصها فبتلاقي بينجز كتير جدا فالحمد لله في طفره الحمد لله في قطاع الناشئين حقيقي يعني طبعا يعني ما ننساش طبعا كابتن محمود صالح كابتن تامر حفني طبعا طبعا مهم جدا محمود وتامر واكرام شغل كويس قوي طبعا وعامل شغل كويس جدا زي ما بقول لك كل واحد في الحته بتاعته
فعشان كده الحمد لله في شغل. طيب كابتن خالد، الامور او الجزء الصعب في المرحله الجايه انت شايفه ايه كابتن خالد في قطاع في التوقيت ده او في المرحله الجايه؟ المرحله اللي جايه يعني انا من وجهه نظري يعني من خلال السنه اللي فاتت، انت يمكن انت كنت متابع وعارف ان احنا يعني ما قدرناش نحصد بطولات اللي احنا متعودين عليها كل سنه بالنسبه لقطاع الناشئين. طب فرقه واحده بس السنه اللي فاتت تقريبا، هي فرقه واحده وكانت قرار اداري. كانت بقرار اداري يعني كان في فرقه حصل فيها تزوير ولغوا نتائجها فاحنا كسبنا. فالهدف الرئيسي طبعا السنه دي هو رجوع هيبه النادي الاهلي من ناحيه النتائج والبطولات، ده يعني احنا حاطينه قدامنا بحيث ان الشكل يبقى كويس، وهيبه النادي الاهلي لازم تكون موجوده في قطاع الناشئين زي ما احنا تعودنا من زمان ان النادي الاهلي في قطاع الناشئين بيكسب بطولات. دي اول حاجه. ثاني حاجه طبعا الاهتمام باللعيبه وتطوير مستواهم والنظر ليهم. يمكن الدكتور عمرو من اول ما جينا قال احنا بنشتغل على حاجتين، ازاي اللعيبه دي تتطور ونقدر نمد بيها الفريق الاول حسب احتياجات الفريق الاول، وفي نفس الوقت ازاي نقدر نسوق دي عمليه الاحتراف الخارجي برضو بالنسبه للولاد دول. فاحنا شغالين في الحتتين وربنا يسهل باذن الله. طيب يعني في حاجه بقى مهمه دي دايما فتره فاتت كانوا بيعاني منها قطاع الناشئين، اولياء الامور. ايوه اتعاملتوا معاها ازاي يا كابتن خالد؟ انا بكلمك بمنتهى الامانه لان احنا موجودين جوه النادي وجوه القطاع، فدي طبعا حاجه كان لازم اسالكوا عليها. ده بالعكس، ده هي النقطه دي يمكن ما خدتش مننا وقت كبير جدا لان احنا حطينا معايير وحطينا برضو اسلوب في التعامل مع اولياء الامور، والحمد لله يعني اولياء الامور لما بيلاقوا الناس اونست جدا اللي هم مسؤولين وناس محترمه وناس بتشتغل لصالح النادي مصلحه ولادهم وناس متابعه كويس جدا، لان انا بقول لك احنا اول ناس بنروح واخر ناس بنمشي، فطبعا هم بيلتزموا بكل حاجه بتتقال. فالحمد لله احنا ما حسيناش ان الموضوع ده فيه صعوبه، يعني ده بالعكس كان في منتهى السهوله يعني. جميل. وانت كمان يا كابتن خالد دكتور عمرو من الناس اللي هم بيسمعوا بياخدوا الكلام جدا. ولو في حاجه صح انا اعتقد انتم الجزئيه دي عندكم بتنفذوها او بتاخدوها بمحمل الجد وبمحمل الاهتمام بشكل كبير يا كابتن. طبعا لا، وحصل عدى علينا مواقف كتيره، اي حد بيبقى ليه اي ملحوظه اي شكوى بنقعد معاه نتكلم معاه وبنستوعبه وبندرس الكلام اللي هو بيقوله وبنتابعه بعد كده وبنحلله وبعدين بنقعد معاه نشرح له تاني. فالناس شايفه ان يعني الامور ماشيه بشكل كويس فمستريحين، فالحمد لله السنه دي يعني موضوع اولياء الامور ده ماشي بكل سلاسه. ان شاء الله كل التوفيق لك كابتن خالد، انا بشكرك، اتمنى اشوفك كابتن في اقرب وقت طبعا سواء في النادي او هنا يعني. تتمنى يعني كابتن خالد بقالي فتره بشوفه ايه بقى وهو يعني في لقاء داخل للاسف ما بيبقاش معايا، بتمنى دايما يبقى معايا في الدستور. كابتن خالد يعني شخصيه محترمه قوي جدا، كنا في منتخب مصر الانبي يعني كان سبورت بشكل كبير يعني لكل اللاعبين، عشان كده وهو متواجد معاك انا يعني انا عارف هو ما حدش يعرف اللي بيعمله كابتن طبعًا خالد طبعًا. يعني قد دلوقتي كابتن خالد اول ما خدش حقه في مصر خالص او في التدريب او 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 ليه؟ لانه راجل خجول ابن ناس ما بيقدمش نفسه، انا لا يجيد هذا الكلام زي انا يعني ما بنطلعش يعني يمكن من ساعه ما مسكت ما طلعتش الا عندك. صحيح هنا. دي قناتك يا دكتور لازم نطلع عني. طبعا بتنور دايما نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عشان تبقى موجود دايما معانا باستمرار. فاصل سريع وارجع اكمل كلامي مع دكتور عمرو مدير قطاع ناشئين بالنادي الاهلي.